مرحبا بكم أعزائي المتابعين في قناة إيماب تك. فيديو اليوم راح يكون فيديو قصير نشرح به طريقة أكتبة الويندوز 10. مثل ما تشوفون واضح أمامكم بالجهة السفلى اليمنى Activate Windows, Go to Settings to Activate Windows. هذا الويندوز عندي أو هاي نسخة الويندوز عندي ما مكتبة. شو راح أقدر أكتب هاي النسخة بخطوات بسيطة جدا باستخدام باتش صغير الحجم حتى أقدر أفعل كل المميزات مال الويندوز. هسه مثلا من إحدى المشاكل طبعا اللي موجودة عندنا مثل ما تشوفون شريط المهام التولز بار على الجهة اليسرى. هسه لو أريد أغير موقع شريط المهام فراح أروح للتاسك بار سيتينج. مثل ما تشوفون هنا Activate Windows Now, you need Activate Windows before you can personalize your PC. ما تقدر تتحكم بهاي الخصائص إذا ما كان عندك الويندوز مكتب. فراح يبقى عندي شريط المهام بهاي الجهة ما دام الويندوز غير مكتب. حتى نتأكد أن الويندوز غير مكتب عدا هذا العلامة اللي موجودة هنا، نطب إلى My Computer أو This Computer ونروح إلى خصائص. هنا واضح انه Windows is not activated، هذا Windows مم اكتف. نسد هذه الواجهات. عندنا هذا البرنامج الصغير الحجم اللي هو Windows 10 Activator او Activation، راح اترك لكم اياه بالدسكريبشن بوكس. نفك الضغط عنه، راح نفوت الى هذا الملف بعد ما فكينا الضغط عنه. طبعا قبل ما تفك الضغط عنه لازم تكون مطفي كل الحمايات اللي موجودة عندك على اللابتوب، سواء كان الويندوز ديفندر او اي انتي فايروس ثاني. انا عندي كاسبر وعندي الويندوز ديفندر، اثنينهم مطفيهم حتى اقدر اكتب الويندوز. اطب الى هذا الملف، افتح الملف راح اشوف ملفات اثنين حسب نظام الويندوز اللي عندك. أنا الويندوز اللي عندي 64 فراح استخدم هذا الثاني، لو كان عندك الويندوز نظام 32 بتستخدم الأول. نجي نشغل هذا الملف كمسؤول as administrator ونروح إلى السيتنج ونختار أول خيار ونعطيه انستول. ننتظر إلى أن يكمل. طبعاً تلاحظون هنا ده ينطيني إنه الأوبريشن سيستم مالتي هو ويندوز 10 أبرو. مثل ما تشوفون هنا ده يقول لي انستول برودكت كي كذا سكسسفولي. هسا أروح إلى أول أوبشن اللي هو الويندوز أكتيفيشن. مجرد إنه أضغط عليه راح يبدي يكتب لي الويندوز ويكمل لي. وهنا ده أسوي لي أكتيفيتنج، انتظر إلى أن يكمل. ممكن إنه عملية الأكتيفيشن تأخذ من عندك بعض الوقت، فأنت تنتظر إلى أن يكمل الاكتيفيشن. مثل ما تشوف حاليا عملية الاكتيفيشن كملت بنجاح، وهنا ده يقول لي activated successfully. نغلق هذه الأداة ونروح إلى ديس كمبيوتر مرة ثانية نتأكد. طبعا أولا إذا تشوفون هنا العلامة المائية اختفت. هسه نروح إلى الويندوز راح نشوف إن الويندوز نرجع عفوا
نروح لديسك كمبيوتر ونسوي له اس اس، وهنا نشوف ويندوز از اكتيفيت تكتب الويندوز عندي. هسه كل الاوبشنات اللي متعلقه بالاكتيفيشن مال ويندوز صارت عندك متاحه، ولهنا نكون خلصنا فيديو اليوم بخصوص اكتيفيشن ويندوز 10. ارجو ان الفيديو يكون عجبكم، لا تنسون من دعمكم عن طريق اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم اشعارات الفيديوهات القادمه.